أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل صحيح أنه إذا قال المسلم لأخيه المسلم ألفاظ مثل يا كلب أو غيرها فإنه قد قذف أخاه وعقوبته أن يجلد حد القذف؟ لا، القذف هو الرمي بفعل الفاحشة من زنا أو لواط، هذا هو القذف. وأما قوله يا كلب يا حمار يا فاسق، لا شك أن هذا من التفحش ومن الإساءة إلى أخيك المسلم. الواجب فيه التعزير، الواجب أنه يعزر بما يردعه. نعم عن هذا الكلام. نعم.